المهندسون الزراعيون طالبوا بإعادة وضعهم الوظيفي إلى ما قبل عام 2003، مؤكدين أنه منذ أن ألغى الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر المخصصات المهنية للمهندس الزراعي لم تتم إعادتها أسوة بباقي الجهات. لغاية عام 2003 كانت مخصصات مهنية وهندسية للمهندس الزراعي حجبت بقوانين وتعليمات الحاكم العسكري بريمر في وقتها ولم تسترد لغاية تاريخنا هذا. في كل سنة تقوم النقابة باحتجاج أو إيصال طلبات إلى الجهات البرلمانية أو الأعضاء البرلمان لإدخال فقرة في الموازنة، إلا أنهم يوعدون في بداية الأمر وعندما تخرج الموازنة لم نجد أي فقرة تنصف المهندس الزراعي. كانت محسوبة أن مخصصات خطورة ومخصصات أطعام، لكن حاليا احنا بس على الراتب يعني، وهم اكو استقطاعات من ضمن الراتب، استقطاعات ضريبيه واستقطاعات التقاعد والتامين، يعني تكون الراتب يصفى لنا يعني قليل ما يكفينا.